بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشل الفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق الثاني لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس شركة مونتريال للسيارات وكأس المرحوم عبد الهادي العفو وكأس إسطبل الصخير للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان الخليفة وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الصخير إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قام السيد إبراهيم الشيخ مالك شركة مونتريال للسيارات بتقديم كأس مونتريال للشوط الرابع إلى المالك الفائز هادي العفو وكأس مونتريال للشوط السابع إلى المالك الفائز جعفر الأنصاري، فيما قام السيد عبد الرضا العفو بتقديم كأس المرحوم عبد الهادي العفو إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، كما قدم هدايا تذكارية للمضمر الفائز آلين سميث والفارس الفائز جيرالد موس. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.